السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصدق الأمين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ونحمده حق حمده ونشكره حق شكره على أنه أنعم علينا بنعم الإسلام والإيمان وكتب لنا. بل من مواصل الدرس بتاعنا جاء سؤال عن نهار الجمعة وخيان إيش يوم الجمعة؟ فيه يجي قبل نصف النهار واللي بعد نصف النهار. طبعا الانسان اللي يدخل الجامع مش يعمل النافله بتاع تحيه المسجد، لكن النافله مكروهه من نصف النهار الى وقت الظهر، كيف مكروهه بعد العصر للمغرب ومحرمه محرمه عند الغروب ومحرمه عند الشروق. يقول القائل علاش ما نفلوش بين نص النهار للظهر؟ جهنم تسعر في هذا الوقت، والعياذ بالله تسعر. جبناها برا درس تو نعاودوا نجيبوها ان شاء الله. علاش ربي يعني فرض علينا الصلوات هذه الخمس، وعلاش ربي حددها في الاوقات هذه بالضبط؟ قال في الكتاب الكريم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني نشرها في الوقت هذا بالضبط، الصبح وقت هذاك، الظهر وقت هذاك، العصر وقت هذاك، المغرب وقت هذاك، والعشاء وقت هذاك، هي عندها اسباب، وكل صلاه السبب بتاعها كفاره لنحن. يصير الصبح كفاره، في الظهر كفاره، في العصر كفارة، في المغرب كفارة، في العشاء كفارة. ثم ربي يحبك تقابله خمس مرات في النهار. يا عبد، يا عبد الله، يا مؤمن، اللي ربي يحبك، أنت عزيز علي، ربي يشتاق لك، فرض عليك خمس مرات باش تقابل وجه الله عز وجل. أينما تولوا فثم وجه الله، يجي المحراب يصلي، قول الله اكبر، ربي حتى في مخك وربي يقابلك لو وقتها برحمه وبفضله وباحسانه. كل ما تجي ايش خلاك سيد عائشة يقول صلى الله عليه وسلم يقول معاه نحكي معاه ونحكي معاه وانا في يعني مزاج طيب، كي يسمع الاذان قد يتنطر كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. عبارة جاك تليفون واللفظ المعكوس قد عرفك جاء لا يمثل، ولا عندك موعد مهم لا يمثل، تبطل تقسى كل شيء وتقوم تجري. الصلاة كذلك راك باش تقابل ربك سبحانه وتعالى. علاش تقول خذوا زينتك ومن عند كل مسجد؟ كي يجي الشاب باش تهنكر يعني اسفي روحك، حتى طريف الضيف مش لازم اجتماع، اما نرجعوا عليك حاجه واحده على الجمعه، يعني خاطر بنات المجتمع وريد عند ربي ورب كرمنا به يوم الجمعه، فيه برشا مزايا كبيره، اعطونا رحمه لنا احنا، الجمعه لنا احنا، والسبت الميلود، الحج المسيح، وانت ما شاء الله، كل يعني قوم عنكم نهار، لكن افضل الايام عند ربي يوم الجمعه. افضل فيه خلق ادم وفي مات ادم وذو مات القيامه وفي يوم عاشوراء وفي كذا كذا. يوم الجمعه يوم عظيم، عيد عند المولى وعند الملائكه. ونحن لما الناس تمشي يقول لك بطلوا نهار الجمعه اليوم، شويه كل واحد متسكرين وكذا. مشيت الاماكن كلها مسكره اليوم، لقينا لا حول ولا قوه الا بالله. شوف كيفاش يعني هو نهار الجمعه افضل الايام عند ربي. من ليك يتقرب في الكهنه الجمعه كفارة
اللي كان يسمع كامل يوم الجمعة كذلك، ويوم الجمعة الأعمال مضاعفة، الحسنات تاعها مضاعفة، كلها مضاعفة. يوم الجمعة يعقوب لولاده قالوا يا بابا استغفر لنا معناها ربنا خاطر في مش عملنا في يوسف، قال صلي الجمعة ندعي لكم يا دعاء مقبول للجمعة. ونهار الجمعة في ساعة دعاء مستجاب فيها مخفية ساعة باش تجتهدوا يعني يوم كامل. قالوا كذا كذا احنا نجتهد يعني نهار كامل في الدعاء. على حسب صلاة هذه اللي تظهر ربي علينا فيها نوافل من تحية المسجد. تحية المسجد مكروهة ما بين نصف النهار حتى يحل الظهر. فما خيام جاو بعد نصف النهار وخرج، فما شنو صار يدير في خدمة ما يعرفش. قبل نصف النهار نفل، بعد نصف النهار ادخل اذكر ربك، اذكر ربي اقرا القرآن يتحل النافلة نفل. والتحية من النوافل هذا الاجتهاد. وسؤال عطاء لكن ان شاء الله يجيبوه موثوق. هو شوف قال لي قالوا قال فما ناس قالوا الصلاة هذه صلاة سببية خلت تحية هو اجتهاد كما تقول سيدنا يعني بن مالك رحمه الله قال النافلة يعني حتى التحية يعني ما تحيش الإمام فوق المنبر ولا الإمام عم يدرس ما تحيش المسجد التحوي تحية واجبة وتكاو على الحديث صلى الله عليه وسلم كيف خلف رجل وقال قوم عم ركعتين ووقت ذلك يعني حتى يوري الناس انه حتى فقير خلي بشكون عليه كانوا فقير وعاونوه فيها اسباب هي فيها برشا حديث فيها برشا كيان جبناها برشا نسيت نكررها ما نسالش فيها اختلاف لكن منطق العقل اش يقول احنا قلنا هذا سؤال عن طائر ان شاء الله نجيبوه باش قال العلماء واش قال شرعي والله اعلم كذلك بس درس تاعنا ان شاء الله قلنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان من اشرف الساعه إمادة الصلوات اتباع الشهوات الميل إلى الهوى من أشرف الساعة يعني آخر الدنيا إلا أن يشوف أهل الأرض ويقول له وتخلق سنتي فيه يعني الوقت هذايا السنة بتاعه شو معناها تخلق يعني تندثر وتبدا ما عادش سنة محمد صلى الله عليه وسلم تبقوه كما يحبه عز يحب صلى الله عليه وسلم وتجدد فيه البدعة بدعة عامة والبدعة خلفة السنة قال فمن اتبع سنتي يومئذ صار غريبا وبقي وحيدا أي اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم يكون غريب في المجتمع هذا ووحيدا ومن اتبع سنة الناس يقع 50 صاحب أو أكثر هذا طبعا الناس كل كيف كيف يعني يبقى الناس كل تبع في بعضها الصحابة كي سمعوا كلام هذا ايش قالوا؟ قال رسول الله هل بعدنا أحد أفضل منا؟ أنا أصحابك وعشرناك فماش يجي أجيال أخرى بعدنا كنوا أفضل من أحد من أصحابك؟ قال نعم قالوا كيفاش؟ أخي هما روكش أبا يروك؟ يروك؟ قال لا ما يرونيش أم يجيوا بعدنا وهم أفضل منكم توما قالوا كيفاش يكونوا أفضل منا؟ قال إن أذل الناس يومئذ المؤمن في الوقت هذا المؤمن هو أذل العباد رفيع عندهم كي نجيب واحد بالدين باش نهدوه ونقزموه ونكذبوه ونعجبوه ونصغروه وكي يجي واحد مش ولا يصغر شيء مش ولا للثقافة للدين وهو عنده يعني نشاط من الأنشطة تنقذوه الكل كامرا كراجل كان فنان كان فنانة كان واحد عنده عنده نشاط آخر إلى غير ذلك يبدا يقيموه في القرون بتاعنا والدين يبدا برزاتيكي والدين يقول إن أذل الناس يومئذ المؤمن يمشي بين أمورهم بالمخالفة هذا
ما يساعدهمش يقول معناها كما كان الكيمام اللي قال معناها ما يجيش للمراه راجل يمسك المراه كما لها مساج قال ما يجيش المراه تبدا مساج المراه قالوا كيفاش انت رجل كبير قال لي ايش بيك شو هذا قال لك راجل المراه قال له وضع عيال ولا الله اعلم واللي يعمل في المساج يجوز مش رجل معناها يبدا يعمل حاجه هذه مع المراه قال يجوز يخدم مش لاقي هو قال كانش يكون حديد ولا حجر هذا اللي ما يهزش عملوا فيه ما تعملش واش بنت حتى على الولاده واش بنت واش بنت واش بنت قلنا الكفر هو اللي يعمل هذا الكفر الطبيب كفر يمشي له بل الغير مش كفر لكن فما حاجات الخير هذه على هذه حيث معنا فما حوايج اللي هي محرمه فما حوايج اللي هي مكروهه احنا براو ونتحرر هذاك مثال جبناه قال يمشي من امرهم بالمخالفات ان تكلم اكلوه فاش تقول انت قال الله يبارك فيك الله يبارك فيك عايش ان تكلم اكلوه وان سكت مات بغيظه وصل حتى المرشد قال الامام قال له به او عندي في حديث الشافعي قال لان استرزق بالرقص خير من ان استرزق بالقران في الحديث الشافعي قال استرزق بالرقص خير من استرزق بالقران، القران يشتري يتبع اي على الرقص برا الرجال كانوا يدفعوا بالعصي والواحد اما توك كيفاش تعمل وكيفاش تحب المراه توك كيفاش ترقص منافي للاخلاق وللدين وللشريعه وللعباد ولا احنا زاد ما نحبوش نروحوا ولا مش هذا كيف هذا كيف هذا كيف هذا معناها يجيب لك حاجات باش يسكتك باش يقول لك هاو كذا وكذا ما علينا يقول ان تكلم ان تكلم عن كلوه وان سكت مات بغيده تذوب قلوب من بينهما كما يذوب الثلج الماء الملح في الماء كمدا وحسرة وألما ولا يستطيع ان يغير قالوا كيفاش ما يحب الدين نتاعهم الناس هذوما في اخر زمان يا رسول الله قال كالفحم في اليد ان وضعته طفئ وان امسكته واعصرته احرق اليد. كنا نعرف هذه الايام جابوا مؤمنه تعمل في نشاط تعمل في صغار نجوم الدرك في القران. كان فرشت في النهار جابوا الصغيرين معناها من الطفل في السنان. المجموعه نتاع نشطوا قال لي والله راني ما نفهمش الاحكام قلت والله نقول الاخر قال كي تتكلموا عن الانشطه نتاع القران وش حاضرين والترتيل وعن الجواز كل قال كي ناشطين في ناقشوا كل ما عملوا هيك غطوا رؤوسهم فما تسير ولا يكتب ما يحس ما يسمعوش قلت له بلا عندي القران ما يسمعوش قال يحكي المنشط يحكي هو اللي مكسب الحكايه ويحكي كذا بالمندوبات يحكيو خرجت المرأة تاع 13 قرآن جات واحدة أخرى فنانة قالت تقول لك نشط وفرحت ولا معناها يعني كيش القرآن والدين بس كل دخلت كي شي حاجة تاع كي نعلم هذا كيفاش نعمل السنة قاعد نستفرح بالسنة تفرح بالدين بالقرآن يقول الحمد لله بدا الخير في الدنيا وربك هو عطيك الدنيا الكل اذا كان انت باش تعصيني باش تنوي بعد ذلك ما تخاف الدنيا بالاخره قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر شراء امتي على خيارهم حتى يستخفي فيهم المؤمن كما يستخفي فيكم المنافق اليوم لا اله الا الله المؤمن يبقى يخبي وجهه بين الناس هذوما اللي عايشين معاه قال كيف يستخفي تو المنافق فينا احنا قال جاء الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء ومن تمسك بدينه في هذا العصر وعض عليه من نواجذ فهو كمن امسك جمرة للنار وذلك من كثرة الفتن والمغريات اللي تغري الانسان من كان تبعها يضيع ويعبد ان شاء الله الرؤية نهار الثلاثة كان جاء هلال نهار الثلاثة أو نهار الأربعة رمضان إذا كان غضب راهو نهار الخميس إن شاء الله هو هذاك المرسي يكون هناك إن شاء الله وإن شاء الله يبارك عليك ماي إن شاء الله اللهم صل على أفضل الصلاة على أخي المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى تبعه وبادئ
ومداد كلمات كلما أهلك وذكر المذكرون وأغفل أهلك والغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.